بعد تصوير الحلقه كلها وكده اكتشفت ان المايك مسجلش. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر مونتاج. باين على وش الاحباط طبعا، لان يعني الحلقه كانت 10 دقايق وشويه والمايك ما تسجلش، ف مش عارف ايه. مشاكل كتير حصلت الفتره الاخيره في موقع ام بي سي كاش، وناس كتير قالت ان الموقع نصاب، واحنا قلنا لا يا جدعان، وبرد على ناس في الكومنتات على الفيسبوك يا جدعان الموقع مش نصاب، يا جدعان حصل مشكله، يا جدعان محدش عايز يسمع حاجه، محدش عايز يصدق، فلازم نطلع نتكلم في فيديو، لازم نتعب نفسنا بقى ونعمل فيديوهات عشان الناس تصدق ان الموقع مش نصاب. وانا يا جدعان والله ما صاحب الموقع، والله انا مش صاحب الموقع وما عنديش مواقع ربحيه خالص. الناس اللي بتقعد تقول لي انت عندك والموقع ده بتاعك، ما عنديش والله ما عندي. تمام، فخلينا نبدا. اول حاجه، موقع ام بي سي كاش نصاب؟ لا مش نصاب. صاحب موقع ام بي سي كاش، عايز تعرفهم يعني هم فتحوا نفسهم بنفسهم اصلا. لو دخلت على البث المباشر بتاع خالد ميجا هتلاقي ان اصحاب ام بي سي كاش بيتكلموا معانا في البث، فعادي جدا الان تخشوا على البث المباشر اللي في خالد ميجا، اللي في قناه خالد ميجا، هتعرفوهم عادي جدا. طيب ايه اللي حصل في موقع ام بي سي كاش في السريع؟ معلش هنتكلم بسرعه عشان انا متضايق دلوقتي جدا. فاللي حصل في موقع ام بي سي كاش هو ان الدومين بتاعهم اتسحب. اتسحب يعني ايه؟ يعني قناه ام بي سي، قناه ام بي سي بتاعت ام بي سي 2، ام بي سي اكشن، قناه النتورك بتاعتهم، سحبت الدومين بتاع ام بي سي كاش. تمام، سحبته ليه؟ عشان هو واخد كلمه ام بي سي منهم، فبالتالي كده الموقع او بقى بدون دومين. فبالتالي الموقع انت بتيجي تفتح ام بي سي كاش بتلاقيه مقفول، بتلاقي ان الموقع مش شغال. فالناس كلها قالت لا الموقع نصاب، الموقع ما عادش بيفتح، الموقع لا ايه ده، الموقع مش نصاب. المشكله كلها ان الدومين اتسحب، وجو دادي ما بعتش حتى انذار، جو دادي ما بعتش انذار حتى يقول لك ان الدومين هيتقفل، او ما بعتش انذار يقول لك ان في ناس رفعوا عليك قضيه. تمام، فبالتالي الدومين اتقفل، والراجل صاحب النوم كده بيفتح الموقع ما لقاش موقع. فبالتالي دي كانت حاجه اللي هي حاجه مفاجاه بالنسبه له. الموقع اتقفل في ثانيه، الموقع كان ترتيبه 300,000 على العالم يا جدعان، الموقع كان بيجي له زيارات بالكوم، والموقع اتقفل والدومين اتقفل. لكن الموقع شغال تمام وكل حاجه. ازاي بقى شغال؟ لان هم عملوا دومين جديد. الدومين الجديد يا جدعان سايبهولك في وصف الفيديو اللي فات، وسايبهولك في الموضوع الاساسي بتاع موقع ام بي سي كاش، سايبهولك النهارده في وصف الفيديو ده. اشترك في الموقع او ارجع اشتغل في الموقع عن طريق الدومين الجديد اللي في الوصف. تمام، الموقع مش نصاب، ركز معايا. يعني موقع اكيد مش هينصب عليك في دولار و2 دولار اللي انت بتسحبهم يعني يا جدعان، او حتى ال100 او 300 دولار اللي انتوا كلكم بتسحبوهم، الموقع مش هينصب عليك. الموقع شغال تمام وكل حاجه، ولكن حصل الدروب ده هو اللي بطئ الدنيا شويه، والناس ان شاء الله تدفع لكم كل حاجه الاسبوع ده. تمام، خلينا بقى نرجع للكلام عن الموقع، عن طريقه الربح من الموقع ده. في طريقتين او كذا حاجه يعني الموقع بيقدمها انك تكسب منها، ولسه في تطوير، يعني لسه في حاجات ثانيه ان شاء الله قريب جدا هيقدموها. اول حاجه هي ال2000 سوري اول حاجه ال 4000 ساعه مشاهده ب 2200 جنيه. يعني ايه يا جدعان؟ يعني موقع يقدر يقدم لك 4000 ساعه مشاهده تاخدهم كده وتديهم لليوتيوب وتقول له حضرتك اقبلني في تحقيق الدخل. 4000 ساعه مشاهده ممكن تاخدهم من موقع ام بي سي كاش ب 2200 جنيه، وده انا شايف ان هو سعر كويس جدا. مش بطبل الموقع، ولكن الفكره ان انت فعلا مش هتلاقي حد يديك 4000 ساعه مشاهده ب 2200 جنيه، مش هتلاقي اصلا العرض ده في حته. فانت لو قدامك عرض اقل من كده يا ريت تسيبه في الوصف للناس تستفيد منه، ولكن انا شايف ان العرض ده كويس جدا، 4000 ساعه مشاهده ب 2200 جنيه عشان تفعل دخل في قناتك على اليوتيوب. تمام، دول 2200 جنيه بالدولار عشان الناس اللي مش عارفه بقى 130 دولار حاجه زي كده يعني. تمام، يبقى دي اول حاجه بيقدمها موقع ام بي سي كاش خفيه كده الناس كلها بتركز عليها. الحاجه الثانيه ان ام بي سي كاش بيقدم لك الاستثمار في الموقع، وده اللي جايين نتكلم فيه النهارده. الاستثمار في موقع ام بي سي كاش بسيط جدا يا جدعان، هو انك تبعت لهم 4 دولار على موقعهم في الفيسبوك، على صفحتهم على الفيسبوك تبعت لهم 4 دولار في الرسائل، او تقول لهم يعني هبعت لك 4 دولار على فودافون كاش او اي وسيله دفع انت تختارها بالحسب اتفاق يعني بينك وبينه. هتقوم باعت له 4 دولار على صفحته على الفيسبوك، هيقوم هو باعت لك تدوينه. التدوينه دي حضرتك هتختصرها في موقع لينك 717. طب ليه وايه هو لينك 717؟ طيب لينك 717 ده تبعهم، تبع موقع ام سي كاش، يعني ده موقع اختصار رابط هم اللي عاملينه. الموقع ده يا جدعان مميزاته بالكوم حرفيا. اولا الموقع ده السي بي ام بتاعه ما بيقلش، مش هيقل مهما كان، يعني 8 دولار لمصر هيفضل 8 دولار لمصر، 8 دولار لجمعيه الدول العربيه هيفضل 8 دولار لجمعيه الدول العربيه، 7 دولار مش عارف ايه هيفضل 7 دولار، 12 دولار مش عارف ايه هيفضل 12 دولار، مش هيتغير. معظم الناس بتغير السي بي ام، الموقع ده مش هيتغير. الموقع ده وموقع ايجيبشنجي ما بيغيروش الاسعار، فانت يعني موقعين زي الفل. ولكن احنا النهارده بنتكلم على اللينك 717. فالموقع ده يا جدعان ما بيغيرش اسعار، الموقع ده مستمر معاك لانه صحاب موقع ام بي سي كاش هم اصحابه، فبالتالي يعني المصداقيه هتبقى عاليه جدا. مره ثالثه ورابعه موقع ام بي سي كاش مش نصاب، لو النصابين ما كانوش رجعوا ورجعوا مره ثانيه في الساحه، يعني كانوا زمانهم قالوا ده احنا وصلنا 300,000 على العالم. 300,000 ده رقم كويس جدا، والموقع يتقفل او الدومين يتسحب ونبدا من الصفر تاني،
صعبة دي، تمام؟ فبالتالي الناس رجعت تاني وعشان تدفع لكم فلوسكم وتقول لكم رجعوا اشتغلوا يا جماعه في الموقع، الموقع شغال تمام مفيش اي مشكله. وانا النهارده المفروض ان انا جاي اقول لك كده. فالاستثمار في الموقع بسيط جدا، لما تبعت لهم ال $4 هم هيبعتوا لك لينك تدوينه فيها كود. لما الكود ده بياخده الشخص اللي بيشتغل في الموقع بيحطه في المربع بتاع الكود وبيعمل تشيك بياخد النقط بتاعته. فبالتالي الناس كتير قوي بتضغط على التدوينه دي او بتفتح الرابط ده، فالرابط ده حضرتك هتختصره في لينك 717، ولازم ما تختصروش غير في لينك 717. ما تستخدمش اي موقع اختصار رابط تاني، وما تستخدمش لينك 717 مع اي موقع جي بي تي تاني غير ام بي سي كاش. دي حاجه ضروريه جدا عشان ما تقولش ما دفعليش الموقع، ما دفعليش الموقع فل الحساب، لا لينك 717 نصابين، لا مفيش الكلام ده. حضرتك ما تستخدمش لينك 717 الا مع ام بي سي كاش، وما تستخدمش ام بي سي كاش الا مع لينك 717، الاثنين مرتبطين ببعض. استخدم لينك 717 كموقع اختصار رابط عادي جدا براحتك، ولكن لو هتستخدمه في الطريقه دي اللي هو انك ترسل له ناس يضغطوا، ده لازم عن طريق موقع ام بي سي كاش، تمام؟ مفيش فصال في الموضوع ده، مفيش فصال خالص، تمام؟ يعني ده كلام صاحب الموقع ليا، مفيش، لان موقع ام بي سي كاش بيستخدم طريقه لارسال الزوار مفيش حد بيستخدمها الا هو. يعني ده برضو كلامه، يعني هو اللي بيعرف بيعمل ايه، هو اللي بيرسل الزوار، هو اللي بيعمل كل حاجه. فبالتالي عمره ما هيرفض لك دفعه من موقع لينك 717، لان هو اصلا لاقيلك ارسل لي، هو اللي لاقيلك احنا بنقبل، تمام؟ فبالتالي عمره ما هيرفض لك دفعه. فالطريقه زي ما قلت لك بسيطه، هتبعت لهم ال $4، هيبعتوا لك التدوينه، هتختصر التدوينه في لينك 717 وتبعت له الرابط المختصر، هيقوم حضرته واخد الرابط وحاططه لك في موقع ام بي سي كاش، والناس تبدا تضغط على الرابط. موضوع بسيط جدا 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 يا جدعان، ما فيهوش اي حاجه خالص. الموضوع كله هيكسبك كام بقى عشان تعرف؟ من $6 ل $8 ل $10 على حسب الدوله طبعا، تمام؟ يعني انت ممكن يطلع حظك في $7 $8 $9، انت وحظك، تمام؟ فالموضوع كويس جدا يا جدعان، انت بتدفع 4 بتاخدهم 10 بتاخدهم 7 بتاخدهم، حتى لو بتاخدهم $6 فانت كسبت $2 في يوم واحد، وده كويس جدا. وانت ممكن ما ترسلش 1000 بس، ممكن 2000 5000 10000 100000، انت وحظك، انت وبراحتك، يعني انت ومقدرتك وانت اللي بتدفع الفلوس، تمام؟ فالألف زيارة بـ $4 يا جدعان، وأنا شايف إن ده استثمار ناجح 100% بالنسبة لموقع ام بي سي كاش، إنك كده كده أنت ضامن فلوسك، أنت كده فلوسك راجعة لك 100% وتبقى زيادة بإذن الله. تقدر تسحب فلوسك عن طريق موقع لينك 717 بكل سهولة، هتلاقي عندك طرق الدفع كتير، هتلاقي عندك الفودافون كاش والبيتكوين وكل باي بال والحاجات دي كلها. أنا على فكرة يعني لسه مركزتش قوي في الحاجات دي، ولكن أنا فعلاً 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 مقتنع 100% بالاستراتيجية دي، وإن شاء الله الناس كلها تستفيد منها والناس كلها تكسب منها فلوس كويس. عارف ومتأكد إن أنا سرعت في الشرح، وعارف كل حاجة، وعارف إن أنا بتكلم بسرعة، ولكن زي ما قلت لكم يا جدعان والله أنا أصلاً شرحت وعملت كل حاجة وعشر دقايق أو أكتر كمان، ولقيت إن مفيش حاجة اتسجلت، فدي حاجة مضايقاني جداً. معلش هعيدها لك مرة تانية عشان تركز فيها. أنت بس بتخش على صفحتهم على الفيسبوك، هتلاقي كل اللي أنا بقوله ده في الوصف. هتخش على صفحتهم على الفيسبوك، هتبعت لهم $4، او هتقول لهم هبعت لكم $4، هيبعتوا لك رقم الفودافون كاش، تبعت لهم $4 او باي بال او اي حاجه، وبعد كده هم هياخدوا $4، هيبعتوا لك تدوينه، تاخد التدوينه هتختصرها في موقع لينك 717، هتلاقي الرابط في الوصف، وهتلاقي رابط ام بي سي كاش الجديد في الوصف، تمام؟ وهتاخد الرابط ده، وبعد كده هتبعته لهم هم مره ثانيه بعد ما تختصر طبعا في لينك 717، هتبعته لهم مره ثانيه وهم هياخدوا الرابط ده ويحطوه لك جوه موقع ام بي سي كاش، والناس اللي هتخش تجيب الكود من التدوينه هتلاقي رابط مختصر هو الرابط بتاع حضرتك انت. فبالتالي حضرتك بتكسب فلوس كويسه جدا من الموضوع ده. بس مفيش حاجه ثانيه، بس كده يا جدعان. ان شاء الله كل حلقه عجبتكم، وانا اسف ان انا فعلا سرعت في الشرح، ولكن انتوا عارفين اللي حصل، وان شاء الله تكونوا فهمتوا. ويا ريت لو مش فاهم اي حاجه من اللي انا قلتها، او في اي مشكله، او لسه فاكر الموقع نصاب وما دفعلكش، هيدفع لك ما تقلقش، والموضوع ده عندي يعني يا جدعان ما تقلقوش، فالموقع مش نصاب ما فيهوش اي مشكله. هتلاقوا الرابط كلها اللي انا اتكلمت فيها النهارده اسفل الفيديو في الوصف. وكمان ان شاء الله يعني لو عندك اي حاجه مش فاهمها اكتبها لي في الكومنت تحت، اعمل لايك للفيديو، ده اهم حاجه، اهم حاجه في الدنيا كلها. تقدر بقى المجهود، انا سجلتها لك 3 مرات او مرتين عشان كانت في مره قبل كده اصلا، فكده يعني 3 مرات، فاعمل لايك للفيديو عشان فعلا مجهود واحنا بنتعب جدا. وبس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده. مره ثانيه ما تنساش انك تبص في الوصف على الحاجات، وانك تكتب لي في الكومنتات مواقع تانية تتشرح، عايز مواقع معينة، عايز أي حاجة، عايز أي شرح لأي حاجة، فانت اكتبها لي في الكومنتات تحت، اقترح عليا حلقات، وإن شاء الله ألبي كل الطلبات. وشكرا جدا ليك مرة تانية أو تالتة على المشاهدة، ويا ريت لو كنت شفت الفيديو للآخر تكون فعلا عملت لايك، واعمل شير للفيديو ده، ممكن يوصل ناس تانية تكون عايزة تستفيد من الموقع ده. وصلوا فكرة الناس يا جدعان ان موقع ام بي سي كاش والله مش نصاب، عشان في الموضوع ده بينتشر بسرعة جدا، لا الموقع ما دفعليش، لا ده الموقع نصاب، ده الموقع نصاب.
فظيعه على الحته دي، فظيعه فعلا، بتتنشر بسرعه جدا. بيقول لك ان الموقع نصب، موقع مش نصب يا جدعان، موقع تمام. بس كده، شكرا جدا ليك على المشاهده، واشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. تمام.